Mosaïque FM Podcast. Sport Express. مرحبا بكم قاعدين نعيشوا اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة من الجولة 29 بطولة الرابطة الثانية على أثرها، باش نتعرفوا تقريبا على أولى المرين للرابطة الأولى. نعطيكم النتائج لحد الآن بالنسبة للجمعية تجربة اتحاد بن قردين، لقاء تقدم الاتحاد بن قردين 2-1، الأهلي الماتري لقاء نزول، الأهلي الماتري متقدم 1-0 على القلعة الرياضية، مستقبل قاسرين لقاء شكلي متقدم 2-1 على جندوبة الرياضية، الملعب النابلي متقدم 2-1 على هلال مساكن، مقابلة مهمة للملعب النابلي من أجل البقاء أيضا لهلال مساكن من أجل اللعب على الصعود. جريدة توزر من هزمة أمام أولمبيك الكاف 1-0، وأيضا أولمبيك الكاف يلعب من أجل الصعود ومهم انتصاره اليوم أولمبيك الكاف إذا كان يحب يمر للرابطة الأولى. النادي القربي متقدم 3-1 على جرومبيل الرياضية في مقابلة شبه شكلية، والقمة بين الأولمبي للنقل والملعب الجابسي كما قلت اللحظات الأخيرة قاعدين نعيشوا فيها باعتبار أنه الأشواط الثانية بتنسيق من الرابطة ننطلقوا بصفة متأخرة، ننطلقوا الأشواط الثانية تقريبا مع 5:15، ذلك علاش نعيشوا اللحظات الأخيرة دقائق الأخيرة تقريبا زوزة أو 3 دقائق في كل مقابلة. والحاليا كما قلت لقاء الأولمبي للنقل وملعب الجبسي متعادلين 1-1، وسبورتينج المكنين والنادي الهلالي لقاء الوحيد اللي وفاه في وقته والانتصار لسبورتينج المكنين 1-0 نتيجة ضمنت البقاء بصفة رسمية لسبورتينج المكنين. ما يعطينا النتائج الوقتية الترتيب، هذا الملعب الجبسي لول ب 50 نقطة بعد التعادل ومازال متعادل مازال مع أولمبيك الكيف ومع قلت الأولمبي للنقل، أولمبيك الكيف لحد الآن بالثلاث نقاط اللي عنده تقدم اللي عنده واللي في رصيده 50 نقطة، دونك الملعب الجيبس أولمبيك الكيف بالنتائج هذه يمر للرابطة الأولى. اتحاد بن قردين بالانتصار نتاعه وتقدم نتاعه عنده 46 نقطة، والنادي القربي في المركز الرابع مع 45 نقطة مع هلال مساكن. أيضا برشا لخط على مستوى الأسفل الترتيب لأنه لحظات يوفي المقابلات بالنسبة للجولة 29، ونذكر بالنتائج والوقتين جمعية جربة من هزمة من 2-1 أمام اتحاد بن قردين، الماتري متقدم 1-0 على القلعة الرياضية، مستقبل قاسرين متقدم 2-1 على جندوبة الرياضية، الملعب النابلي متقدم 2-1 على هلال المساكن، جريدة توزر من هزمة أمام أولمبيك الكاف 1-0، أولمبي للنقل والملعب الجيبسي متعادلين 1-1، النادي القربي متقدم 3-1 على جنوبيل الرياضية، سبورتينج المكنين نهاية اللقاء بالانتصار والبقاء بصفة رسمية 1-0 على النادي الهلالي. محمد أمين الورغمي مدافع النجم الخلادي أمضى عقد بزوز مواسم مع النادي البنزرتي. شادي الهمامي الموجود في الكويت ويتفاوض مع نادي الكويت الكويتي لحد الساعة هذه مازال ما أنضاش العقد، وغدوة تكون عودة شادي الهمامي لتونس. مجلس التأديب الترجي سلط عقوبة مالية ب 15,000 دينار على محمد علي سلامة بسبب غيابته المتكرر على التمارين. لورو 2012 8 غرباء يتلعبوا أولى مقابلات الدور نصف النهائي، واليوم نتعرفوا الأول المتأهلين للدور النهائي وقت ما يتلعب الديربي الكبير المقابلة المنتظرة بين إسبانيا والبرتغال. الاتحاد الأوروبي رفض إقامة دقيقة صمت قبل مقابلة إسبانيا وبرتغال ترحما على وفاة لاعب ريال بيتيس ميكي روكي، والاتحاد الأوروبي هبط بلاغ رسمي على الموقع نتاعو يفسر به سبب الرفض، تقول أنه ما جانيش الاتحاد يقول أنه ما جانيش طلب رسمي من الجامعة الإسبانية وتفند وتنفي كل التعليق اللي قاعدة تصدر فيها الصحافة الإسبانية علاش رفضت إقامة دقيقة صمت على لاعب ميكي روكي لاعب ريال بيتيس. سمير ناصري لاعب المنتخب الفرنسي قدم اليوم صفة رسمية عبر تويتر اعتذار على اللي صار بعد لورو، قال عشق المنتخب الفرنسي وكان احترام كبير للجماهير والمشجعين، لكن ثم أشياء شخصية بينه وبين بعض الصحفيين تنحكي عليها في الوقت المناسب.